في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن هناك العديد من الملفات المهمة التي سيتم مناقشتها خلال جلسة مجلس البرلمان العربي المزمع عقدها يوم الأحد المقبل، وعلى رأسها الأوضاع الحالية في جمهورية السودان وملف الأمن الغذائي. بنناقش الكثير من الملفات التي تخص الدول العربية وعلى رأس موضوع السودان وكثير من القضايا العربية، القضية الفلسطينية، الموضوع الليبي وبعض الأمور الاقتصادية اللي تتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي. كما تعلمين بأن الأمة العربية تمر بتحديات كثيرة، خاصة الأمور والتغيرات الدولية تحتم على الدول العربية أن تتعاون وتتكاتف في كثير من الملفات على رأس الملف الاقتصادي وملف الأمن الغذائي. البرلمان العربي يسعى أن يكون في هناك آلية وعمل عربي تدعم هذا التوجه.